كاكاو السلام عليكم شباب بنات. طبعا اليوم جايب لكم مقلب يخبر، اوكي؟ هاي المستحضرات كذا. بس قبل لا اصور الفيديو اريد منكم انه تراجعون التفاعل نفس قبل، التفاعل كلش نازل على قناتي باليوتيوب، يعني كل من اللي يشوف الفيديو يعطينا لايك، اوكي؟ لان اللايك هو اللي يصعد الفيديو. فضيفوا حساباتنا على الانستغرام موجوده بصندوق الوصف، اوكي؟ هسه انتبه لي. طبعا جبنا هناك كوزات، يقولوا هاي اسمك شنو عندك سياي؟ معكم علاقة، هذا مبروش. نجيب الكاكاو، اوكي؟ شوف انا شوي خليت مي لان كمية الكاكاو قليلة، اوكي؟ ها مو يعني الكاكاو ثخين ثخين نفس هذا ابو لبن. وجيبي لي طلعة. طبعا هذا الكاكاو هو صورنا بس ما باع، ما بفع العلامة، هواي طششنا هذا، هواي جدا هواي. اشكرك يا كاكاو يا اخي الكاكاو. باع احنا من بدنا نصور مقلب، ها كله كميات نجيب، يعني ما نجيب شيء قليل. باع سنا الكاكاو شوي ضرب الجفاف وما اشبه ذلك. يقول ليش تستعمل ايدك حتى تصير طعم طيب، يعني مرتضى، يعني شكلكم عرفتوا الفكرة، زين وصلت لكم الفكرة. طبوا لنا على الانستغرام وكتبوا لنا افكاركم، مين بدل عقل يزنجر ماكو افكار. طبعا انا شفت هي الفكرة واحد روسي سواها بوبو من تركي، سواها بوبو فعجبتنا هاي الفكرة. احنا هسه شو نسوي؟ راح نرجع نسويها بمرتضى، اوكي؟ نعرف شيء. اوكي هاي الاسفنج ايش راح نسوي؟ راح نقصها ونجيكم. ليش؟ لان هنا نخاف نطلع السكينه ادوات حاده ونحضر الفيديو. طبعا هنا بنلعب ما قصينا الاسفنجات، اوكي نخليها هيك بس بلكت الله يكفى هذا الكيكو، اذا ما كفى نخلي قطعه واحده، اوكي؟ بس نصب بالكاكاو. والله يا شباب يا بنات راح نخلي قطعة واحدة، فشلت الخطة وفشل معتقدي وفشل، يعني هسه بس انا جايب المرتضى كيكة واحدة، ها هاي حذف بالزيت هسه ويلي بس صارت كيكة. لك الصير زيون مو الصير، ها يلا اذهبها بالزبالة، اعطيني مجال. طبعا راح نقص شيء والله حلوة.
شوفوا اعزائي الحلوين، هنا يعني الفكره شنو من المبروش؟ الفكره يعني انه تضيف كميه من المبروش. بنات تعلمن هيك شيء، يعني هاي يسموها شوفوا اذا حب المبروش باع. بنات علمتن حتى ما تطيح لا يمنى لا يسرى. كيكه تخبل، كيكه كلش طيبه. اول نخلص الصفاح نشحن المبروش مره يده. دول الله دول الله وعطيتي. عاشت ايدك ابو علي على هاي الكيكه، عاشت ايدك على هاي الكيكه. والله العظيم تخبل، والله العلي العظيم هسه اذا حطها هنا وانا ما ادري ارجع اكل الشيء. الله شاهد. بنات رأيتم بالكيكة، طبعا هذا الخلطة من وصفات يعني مميزة. أعزائي هسا أنا أحاول أطيها هاي المرتضى، شلون ما أدري. هسا راح أخلي الكاميرا هو فوق، راح أصيح ليش وش أسوي، أثبت الكاميرا إن شاء الله وأجيكم. وش راح أسوي؟ حسيت مرتضى، اوكي؟ حسن حسيت. مرتضى! لك مرتضى! رضي! تعال تعال. تعال جايب لك كيف. لك تعال! تعال! تعال لك! تعال بجيب لك كيكة. يقول لك عامل المثل بالمثل، ايش تعاملني؟ كيكة لك تاكلها. تعال ايش اللي ايش اللي يسوي لك؟ ايش بدك كيكة؟ كيكة شلون جاهزة؟ هي مو زين ما قصد شيء شيء تاكلها شيء قصد شيء قصد ولك لا هيك تغسل بعدين هسه تاكلها غصب عني. واحد تخبط واحد فكر وزيد يوقع. هذا ما وقع ها؟ ما تنعس مو شوية بروح هذا بالأبو الفرن سواه. اوكي نفس ما شفتوا، وان شاء الله مستمرين بالمقالب، ان شاء الله اقوى واقوى نسوي. بس ادعمونا، مشاهداتنا كلش نازله، يعني طبعا اول مره تصير عندنا انه قناتنا باليوتيوب مشاهدات تصير كلش قليله، فاريد نرجع نفس قبل مشاهدات قويه. اريد من يمكم اي شخص يشوف الفيديو يعطينا لايك، هذا انت تحبنا والله العظيم. يعني شوفوا احنا اجانا دوام، فاذا اجانا دوام وصار ماكو تفاعل فنترك الفيديوهات، والله حقيقه نترك الفيديوهات العرضية ونبدأ نصور فيديوهات بس قصيرة. فلو اريد من يمكن انه تدعمونا وتعطونا لايكات. وهات شوفوا بول تلينا بالقرآن البداية. ايه طلعتك اسفنجي. ما تدري ما اخذ اسفنجي؟ ها؟ تدري اكيد موافقتها. ايش
باعوا اعزائي يعني اذا تردون نستم والله العظيم اذا اجى الدوام باعوا هو الدوام 11 كان 10 اذا بقى على هذا المستوى يعني المشاهدات فنترك الفيديوهات العرضيه بعد ما نصور ابد وبس نشر فيديوهات اللي بالطول هي على مود التيك توك نصورها والانستغرام فقلنا لكم رجع تفاعلنا بس قبل حتى نبدا بعد نصور يلا اعزائي باي.